أعلنت وزارة الإسكان زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع فالي تورز بمدينة حدائق أكتوبر لتصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلاً من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق. وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة عدد الوحدات المطروحة لاستيعاب أكبر قدر من طلبات المواطنين المتقدمين للحجز نظراً لحجم الطلب المرتفع على حجز الوحدات السكنية بالمشروع.